مساء الفل على جيشنا، مساء الصفقات على جيش مصنع عسيل. صفقات ببلاش بربع الثمن بنص الثمن، هنسلمك ارخص سعر في مصر. مش هقولك اسلمك بسعر المصنع لان دي كلمه قديمه واتحرقت كتير، لا انا النهارده بسلمك من ارخص من سعر المصنع. هتقولي ازاي يعني خارق انت نيم جانت يعني ما حصلتيش؟ لا طبعا، انا يا جماعه نظام شغلنا صفقات، يعني مثلا صفقه زي كده بيعه بمعنى اصح بالبلدي وصلت لنا. افتحي كده يا كريمه الحته، وصلت لنا اهو بيعه مقاساتها من 4 ل 14 ل 14، وصلت لنا شغل عالي زي كده. احنا بيوصل لنا بنص الثمن، فاهمني؟ يعني ايه الحته مثلا لو ب 200 بتوصل لنا ب 100 لو وهكذا. فاحنا احنا كمان بنحط رينج المكسب بتاعنا اللي هو البسيط خالص، وبنطلع لك الشغل برده بنص الثمن. ترنج قطن اللي هو الخامه دي مش موجوده النهارده في السوق يا جماعه، اراهن عليها، الخامه دي مش موجوده النهارده في السوق لانها خامه قطن صافي. ده يمشي معاك كمان خروج للدروس بقى وللعيد وللوقفه. بص حاجه ثلاث قطع، حاجه ثلاث قطع، حاجه عظمه، بسم الله ما شاء الله. اهو اهو تمام، سعره حرفيا ببلاش. المقاسات بقى معاك اهو 4 6 8 10 لحد 12، ده اصغر مقاس، احنا فتحنا لك مقاس 4 تمام. السعر ببلاش تحت ال 200 جنيه، تحت ال 200 جنيه اللي عايز يحجز منه اي كميه متوفره. شغل لوكس يا جماعه، شغل سوبر لوكس كمان، حاجه عاليه قوي، ربنا يحسن صورنا.